الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حواء، عاملين إيه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام وأنتم في أحسن صحة وأحسن حال. عيد سعيد على الجميع. تعالوا بقى كده، النهاردة أول يوم العيد، اللي ما عملش الفتة، أنا ما عملتهاش بصراحة في العشر أيام دي، بصراحة ما كنتش قادرة أصور فيهم، الأيام كانت صعبة أكيد كلكم عارفين، والصيام، فبصراحة ما صورتش يمكن فيها نهائي، الله المستعان. فاللي ما عملش الفتة في الفترة ديت وهتعملها أول يوم العيد زي كده، تعالي النهاردة إن شاء الله هقول لك على طريقتي فيها، سهلة وبسيطة جدا جدا، وفيها تكات كده وحركات جميلة جدا جدا، هتخليك إن شاء الله أنت وكل حبايبك تاكلي أحلى فتة من إيديكي. خلاص كده، يلا بينا مع بعض نشوف إيه هي خطواتنا في الفتة واحدة واحدة. تعالوا كده بداية نبدأ نعمل ايه، نبدأ باللحمة بتاعتنا. طبعا زي ما شفتوا انا كانت معايا اللحمة كده في الطبق ومقطعاها وجاهزة، جينا هنا على البوتاجاز معايا طاسة حطيت فيها معلقتين من السمنة البلدي، تمام، عشان تطعم لي اللحمة. هبدأ انزل كده، طبعا طبق اللحمة اهو معايا، هبدأ انزل كده بقطع اللحمة بعد ما تسخن الطاسة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. بالشكل ده تمام كده، مش هقلبها دلوقتي، هسيبها بس كده لغايه لما تبدا تاخد ايه صدمه كده من الارضيه، وتبداي تقلبي فيها واحده واحده. بصوا كده اللحمه بدات تغير لونها، بصوا كده انا هقلب معاكم لسه اهو، شايفين بصوا لون اللحمه اهو، بصوا كده خلاص بدات تشد معايا وتغير لونها شويه. هبدا بقى ايه ان انا اقلبها شكل. بعد ما اديت الايه اللحمه كده التشويحه المطلوبه، هعمل ايه؟ هنزل عليها بكام واحده كده من اللورة، وكام فلفل، حبايه فلفل اسود حصى او خشن زي ما هو كده، ما تحطيش فلفل اسود يعني، ولو عندك حبهان يبقى معاهم كام ايه 2 أو 3 من فصوص الحبهان، هنزل بيهم كده على ايه على اللحمه، واديها تقليبه برده مع ايه اللحمه. تعالوا بقى بعد ما خلاص كده اللحمه تمام وقلبناها مع الفلفل الاسود واللورا، شايفين التشويحه، شايفين ما شاء الله اخذت معايا تشويحه جميله وريحتها خطيره والله. بصوا شايفين تشويحه اللحمه، بصوا بس كده، بصوا اللحمه اتشوحت معايا ازاي واخذت لون ايه ذهبي كده خفيف، خلاص اهو شايفين، بصوا جميله، اللهم بارك يعني. خلاص هنبدا ننزل عليها دلوقتي بايه، ميه مغليه، لازم ميه مغليه خلاص كده طبعا. وبعد كده انا هنقلها او هشيلها احطها في حله كبيره، عشان هنا الطاسه بتاعتي مش هتكفي، وفي اضافه تانية هنضيفها مع بعض ان شاء الله، بس بعد ما نشيل وش اللحمه او الريمه زي ما بنقول عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هنا ميه مغليه معايا من الكاتل اهي، تمام كده، وتعلي بقى النار خالص على اللحمه علشان تغلي معاكي بسرعه، تمام زي ما قلت لكم انا هحطها في حله كبيره شويه. تعالوا بصوا كده يا جماعة، دي الشوربة معايا، طبعا انا صورت الجزئية ديت وما اتحفظتش اساسا، تمام، حتى بصوا هقول لكم دلوقتي على اللي انا صورته. انا الاول وريتكم ان الشوربة بتاعتنا ما شاء الله، بصوا شايفين لونها جميل جدا جدا وشفافة وخفيفة ما فيهاش اي حاجة. بعد ما شلنا طبعا وش اللحمة اللي هي الريمة بتاعت اللحمة، انا نزلت على الشوربه بتاعتنا زي ما قلت لكم بايه، نزلت ببصلايه، حتى الطبق اهو لسه معايا على البوتاجاز ما شلتوش، كان فيه طماطمايه صغيره مبشوره، وكان فيه بصلايه، بصوا ده مكان البصل اهو، تمام، بصلايه مبشوره، يبقى طماطمايه مبشوره وبصلايه مبشوره، ونزلت بيهم على الشوربه. لو انت حابه تخليهم وتقطعيهم اربع هتقطعيهم كده بالسكينه وهتنزلي بيهم صحيح على الشوربه، بس انا زي ما انتوا عارفين معايا يعني انا دايما بحب احطها كده على الشوربه بتاعتي ببشرهم، وبيديني طعم ولون كمان جميل للشوربه. خلاص هي دي الجزئيه اللي انا حطيتها بس صورتها، وبعد ما صورتها ما اتحفظتش لسه، حتى الطماطم اهي بصوا شايفين والبصل ما فكتش حتى معايا لسه على وش الشوربه. خلاص يبقى ده كده هوت ايه اللحمه بتاعتنا طبعا، والملح هيبقى في اخر مرحله للتسويه قبل ايه ما تستوي كده هوت بربع ساعه، بنضيف الايه الملح بتاع اللحمه وكده خلصنا اللحمه مع بعض. هنبدا بقى نشوف مراحل الفته مع بعض واحده واحده.
بقى نبدأ المرحلة التانية من الفتة بتاعتنا اللي أنا بحب أعملها بعد اللحمة على طول، اللي هي العيش. واللي يريحك برضو إيه اللي انت طبعا ما انت شايفة عايزة تمشي إزاي ماشي، بس أنا بحب أعمل العيش لأن أنا بحب أدخله الفرن ياخد التحميصة بتاعته كده بالهداوة بالراحة عشان ما يتحرقش منك. وأنا شغالة برضو على البوتاجاز بتبقى بعيني يعني على إيه، على صينية العيش بتاعتي، بقلب فيها كل شوية علشان خاطر ما فيش حاجة تتلسوع والعيش ياخد كله إيه تحميصة واحدة. تمام، انا قطعت العيش بالشكل دوت كده زي ما انتم شايفين بمقص بقى بسكينه اهو زي ما انت عايزه. كمان لو حابه انك انت تحطي العيش صحيح تحمصيه بالشكل دوت وبعد كده تبداي انك انت تكسريه وتحطي له بقى التتبيله اللي احنا هنحطها دلوقتي مفيش مشاكل، بس انا بحب اقصقص العيش بالشكل دوت اهو. تمام، بمقص المطبخ طبعا، وبعد ما بقصقصه كده اهوت بقصقصه تاني ايه بتحطيه مثلا على بعضه كده اهوت على الايه على قطاعة او على اي حاجة او ما فيش مشاكل. انا بهو بمسكه كده اهو بالشكل ده وتقطعيه بالشكل دوت كده ايه مكعبات صغيرة عن كمية العيش اللي تريحك. انا عندي الولاد كمان بيحبوا ياكلوه يقرقشوه لوحده من غير الفتة يعني، لانه بياخد تتبيلة جميلة زي ما هنشوفها مع بعض كده. نشوف هنتبل العيش بتاعنا بايه. بصوا كده انا معايا هنا طبق فيه ايه، فيه يجي ربع كوباية كده من السمنة، عليه سمنه بلدي اي سمنه نباتي انت بتستخدميها مفيش مشاكل، عليه معلقه كبيره هرميه من الثوم، الثوم المفروم ناعم يعني. يبقى ربع كوبايه من السمنه عليه معلقه كبيره من الثوم المفروم. هنضيف عليه ايه كمان، معلقه صغيره اهي نص معلقه كده صغيره ملح. تمام، اضيف معلقه بقى كده من الفلفل الاسود الناعم، معلقه فلفل اسود ناعم يعني. هضيف برضو معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، خلاص معلقة صغيرة بالشكل ده، وهقلبهم كلهم كده مع بعض مع الثوم والملح والفلفل والكزبرة اهو. وهي دي الخلطة بتاعتي اللي انا هضيفها على العيش، هتضيفيها بقى وتقلبيها كده على العيش لغاية لما العيش يتشرب كل ايه السمنه ديت ويبقى وياخد التطعيمه وياخد التوم، ما تخليش حته ما فيهاش، هتعاكل العيش كله كده بايديكي اهو علشان ما يبقاش فيه واحده وواحده وايه ويبقى كله طالع واخد تحميصه واحده. وبعد كده بعد ما ندخله هنشوف ايه هي المرحله الثانيه. بعد ما دخلنا العيش الفرن نعمل تاني حاجه بقى للفته، نعمل ايه؟ هنعمل الصلصه بتاعه الفته. طبعا انا حاطه هنا بس الطاسه سخنه وحاطه فيها معلقتين من السمنه، وهنزل فيها بايه بمعلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده مليانه هرميه من الثوم. تمام، على عليها النار وهقلبها لغايه لما تاخد معايا ايه لون ذهبي كده زي ما احنا متعودين على تحميصه الثومه كده زي الملوخيه بالظبط كده. بعد ما الثومه ايه هتاخد كده معايا لون ذهبي كده خفيف، هعمل ايه؟ هبدا انزل بمعلقه كبيره من الكزبره الناعمه، معلقه اهي شايفين معلقه كبيره مليانه خلاص، وهقلب كده لغايه لما اشم بس كده ايه ريحه التوم والكزبرة كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو، تاخد ايه تحميصة خفيفة برضو او تاخد التحميصة مع التومة اهي. انا حبيت اوريها لكم برضو كده واحدة واحدة، بصوا شايفين ما شاء الله. هبدأ انزل كده ايه بسم الله ثلاث اربع معالق كده من الخل واقلب برضو كده، الله الله، وشم ريحة الخل بقى والتوم كده اهوت ما شاء الله، هي دي الريحة المميزة بتاعت الفتة. ومعايا عصير ذرة، عصير طماطم عادي ما فيهوش اي حاجه، ضربها في الخلاط طماطم عادي. هعمل ايه بقى؟ هروح نازله بعصير الطماطم بسم الله، ونجيب بقى ايه التوابل بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا بتاعت الفته هي بدات تغلي، هعمل ايه؟ هبدا اضيف لها دلوقتي التوابل اللي انا هضيفها لها. هضيف كده معلقه صغيره من الفلفل الاسود، تمام اهي معلقه كده، معلقه فلفل اسود. كمان هضيف معلقه صغيره من الملح، ولو لقيتها ان هي محتاجه ملح تاني هدوقها طبعا يعني هضيف لها ملح، يبقى معلقه فلفل اسود معلقه ملح. وكمان هضيف مكعب من المرقه عشان يطعم لي ايه الصلصه بتاعتي.
خلاص وهقلبها وهسيبها بقى ايه تتسبك كده تماما لغايه لما تتقل كده معايا. دلوقتي نعمل الرز، رز الفته. رز الفته هو الرز الابيض. في ناس بتعمله ايه، بتحطه مثلا سواء في الشوربه او في الميه المغليه طبعا بعد ما بتغسله، وبتحط عليه معلقتين من الزيت على السمنه وخلاص على كده، وبتسيبه وتديله الحياء يعني بتاعه الملح وكده وبتسيبه يستوي. انا بحب اعمله دايما، واللي شاف معايا الفته عملناها مع بعض قبل كده، انا بحب الاول اديه ايه تشويحه كده في السمنه، الرزايه تتغلف كده بالسمنه علشان تبقى مفلفله معايا وما تعجنش. معايا هنا ايه، حاطه هنا ماده دهنيه بتاعتي اهي السمنه، سمنه على زيت سمنه اللي يريحك هتحطيه وتستخدميه. ومعايا هنا دوت كيلو من الرز المصري انا غسلاه، هبدا انزل بيه اشوف بس الرز السمنه الاول بتاعتي سخنه ولا لا. مظبوط تمام، هنزل بقى كده بايه بالرز لغايه لما الرز يرجع يفلفل معايا تمام، وياخد ايه التغليفه المظبوطه، كل حبايه من الرز تتغلف كده بالسمنه. اقلب الرز كله زي ما قلت لكم تمام لغايه لما الرز يرجع يبقى معايا حبه بحبه تاني زي ما كان. بصوا كده بعد ما الرز خلاص ايه اتحمص معايا تمام، واخد الايه التحميصه المطلوبه يعني، كل حبايه رز اتغلفت بايه بالماده الدهنيه اللي انت عاملاها يعني السمنه اهي، والرز بدا ايه معايا تمام مفيش مشاكل. هبدا انزل بقى بايه بالشوربه بتاعتي. الشوربه بتاعتنا اهيت ما شاء الله جميله، هوريها لكم دلوقتي. نبدا كده نسمي الله. بصوا اهي بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الشوربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشوربه بتاعتنا بتغلي، لازم الرز سواء هتحط له ميه او هتحط له شوربه لازم تكون بتغلي، بتغلي مش سخنه سخنه لا، بتغلي كده غليان. بصوا كده الرز بدا يغلي معايا اهو على طول ازاي. طبعا الشوربه بتاعتنا حطيناها ايه الملح المظبوط بتاعها، وبرده الرز لازم حيائه بيبقى زياده شويه تمام. فانا هضيف كده اهوت ايه، هحط نص معلقه كبيره من الملح وهدوقه، لو محتاج مني تاني ملح هحط، وهقلب الرز هنغطيه ونشوف مع بعض. بصوا تعالوا كده انا اوريكم الشوربه اهي، شايفين ما شاء الله الشوربه بتاعتنا جميله اللهم بارك. هي خلاص اللحمه على سوا يعني خلاص استوت. بصوا الشوربه شايفين شكلها عامل ازاي جميله. طبعا اللي على الوش ده الفلفل الاسود اللي احنا حطيناه مع بعض في الايه في تشويحه اللحمه. يلا ايه نعمل بقى كده اخر مرحله قبل ايه قبل تشويح اللحمه. انا معايا هنا معلقتين كده من السمنه ديت، طبعا انا بعملها لايه ديت، انا بعملها للشوربه اللي بنسقي بيها العيش بتاع الفته. في ناس بتاخد شوربه اللحمه كده عادي وبتروح مسقيه بيها، الحركه دي بقى انا بعملها واتعلمتها من مامتي ربنا يديها الصحه، ان هي ايه بتعمل التومه دي كده اهوت زي تومه الملوخيه بالظبط، وعليها حبه الكزبره، وبتشيل حبه شوربه في حله زي ما هنشوفهم دلوقتي كده مع بعض، وبتروح ايه ادحاهم بيها او طشاهم بيها تمام اهو زي ما هنشوفها مع بعض ان شاء الله. هوريها لكم واحده واحده اهيت، الاول احمص التومه بس برضو لغايه لما تاخد لون ذهبي كده اهوت، ونشوف هنضيف لها ايه. كده الثومة بدأت تاخد اللون الأصفر كده الذهبي الجميل دوت، والريحة بتاعتها الله فحفحت كده معايا. هنزل عليها برضو بمعلقة كده من الكزبرة أهي تمام، وهديها برضو تقليبة كده شوية بس معايا أهي، وهروح نازلة عليها بإيه بمعلقة واحدة بس كده من الخل تفحفح لي ريحة الثومة كده والكزبرة تمام. بس كده اهو، تعالوا بقى نروح فين، نروح على حله الايه الشوربه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. بصوا حله الشوربه اهي الصغيره، انا شلت من حله الشوربه الكبيره زي ما قلت لكم، ومعايا حبه الايه التوم اللي احنا حاطينهم على النار. خلاص دول كده شلتهم انا عشان خاطر ايه الولاد عندي كمان بيحبوا ان هم يشربوها كمان شرب كده اهو، بياخدوها في اطباق زي الشوربه العاديه. وادي معايا الايه التومه اهي، شايفين يا جماعه ما شاء الله شايفين اهي، خلاص بالشكل دوت كده. وهنزل عليها على الشوربه بتاعتي، جميله جدا جدا، بتديها ريحه وتطعيمه كده للشوربه، وبتدي طعم جميل كمان للعيش، شايفين ما شاء الله ريحتها خطيره. خلاص كده يلا بقى نعمل ايه اخر حاجه اللي هي هتشوح اللحمه مع بعض.
تعالوا بقى هنشوح ايه اللحمه، معلقتين كده من السمنه البلدي من زبده وتسيحيهم بالشكل دوت، وهنبدا ننزل بايه بقطع اللحمه بتاعتنا. تسخنيهم طبعا، تمام. احنا مش هننشفها، مش عايزين ننشف اللحمه، احنا بس هنديها ايه صدمه كده تشويحه تاخد لون كده جميل ولمعه من الايه من السمنه بتاعتي، تمام. هغطيها بس، هشوح حبه حبه واغطيها بالشكل دوت، وهقلب على طول علشان ما تنشفش زي ما انا قلت لكم كده اهوت. انا عايزاها تاخد ايه لون كده جميل خفيف وتاخد لمعه كده على ايه لما نصها على وش الفته. هخلصهم كلهم ونرجع بقى نجمع الفته بتاعتنا ونشوف الرز بعد ما استوى والصلصه وكل حاجه مع بعض، ونشوف طبق الفته اللذيذ. تعالوا بقى نبدا ايه نجمع طبق الفته بتاعنا. طبعا ده العيش بتاعنا زي ما انتم شايفين معايا، بسم الله ما شاء الله. بصوا العيش طبعا دي مش كل الكميه، بصوا كده بس الاول اوريكم اهو الصينيه. انا نقلته في الصينيه المدوره ديت عشان كان في الصينيه المستطيله كان كتير وتقيل على بعضيه، فعشان بس ايه يتحمص معايا. شايفين ما شاء الله، شايفين العيش اهو، بصوا شايفين ما شاء الله جميل. طبعا انا اخدت الكميه اللي انا عايزاها لطبق الفته، ودوت الولاد بيقرقشوه كده اهوت زي قرقيش، طعمه وريحته كانت خطيره والله العظيم يا جماعه، جميل جدا. شايفين اهو ما شاء الله جميل، شايفين طعمه خطير جدا. خلاص كده يبقى تعالوا بقى ايه نجمع الفته بتاعتنا. نعمل ايه؟ هندي طبق العيش بتاعنا كده الاول ديت الشوربه اللي احنا ايه عملنا لها الطشه مع بعض كده جميله وشكلها خطيره، وهتدي العيش تطعيمه احلى واحلى. شايفين ما شاء الله، شايفين بصوا جايه معاكم، شايفين التوم على وشها ازاي جميله. هاخد بس ايه مغرفتين كده اهوت الين بيهم العيش، اطري بيهم العيش بتاعي طبعا، تمام. خد الوش كده اهوت والتومه الجميله ديت كده على العيش، وهديله تقليبه بالمعلقه اهو. شايفين ما شاء الله 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 على الريحه يا جماعه، بس انا مش عايزه اكتر من كده عشان برضو عايزه العيش يبقى فيه ايه سنه ايه قطمه كده اهوت، ما يبقاش طري وعجن يعني معايا، تمام بالشكل دوت. وياخد كمان التطعيمه بتاعه الشوربه بتاعتنا بس كده. وانا مجهزه صينيه معايا اهي، هغطي العيش كده بالشكل دوت وهسيبه كده بس 5 دقايق وارجع لكم. تعالوا بقى ايه بعد ما سيبناها كده ايه دقيقتين ثلاثه كده بس تاخد وتدي مع الشوربه اللي احنا حطيناها اهي. شايفين ما شاء الله اللقمه ايه طريت كده معايا، لا منها بصوا زي ما هي محتفظه بايه بقوامها، ولا منها عجنت ولا اي حاجه اهي، خلاص بالشكل دوت. هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا ده الرز بتاعنا اهو اللي احنا عملناه مع بعض، شايفين ما شاء الله بصوا كده، بصي شايفه الرز واحده واحده اللهم بارك. هعمل ايه؟ هاخد كده مغرفتين كده من الرز وهقلبهم في عيش الفته كله. ليه؟ علشان تبقى كل لقمه برضو متاخده يعني تاكليها تحس ان فيها ايه وحدات من الرز. هجيب معلقه بتاعنا، شايفين يا جماعه الرز اهو ما شاء الله، واللون بتاعه ابيض كده وجميل، ولا سلقناه ولا حاجه، وزي ما قلت لك على الطريقه ان شاء الله هيطلع مفلفل وجميل. لو انت حابه تعملي رز ابيض لاي وصفه اتبعي الرز طريقه الرز بتاعتنا دي. بصوا كده تعالوا بقى ايه ده دور الصلصه بتاعتنا. انا عايزاكم بس تبصوا كده على الصلصه اهي، بصوا الصلصه بتاعتنا ما شاء الله، شايفين شايفين بعد ما اتسبكت، وشايفين لونها جميل ما شاء الله ازاي دوت كله ايه لما تسيبيها تاخد التسبيكه المظبوطه، وكمان تحميره التومه بتاعتنا اللي احنا عملناها. هننزل كده ايه بحبه صلصه كده خفيفه على الوش كده زي ما انت عايزه بقى عايزه. وطبعا هنحط صلصه في طبق جنب الفته، كل اللي عاوز وياخد منها هيسوي هيزود براحته. وهنبدا نرص بقى ايه قطع اللحمه بتاعتنا كده بسم الله الرحمن الرحيم على ايه طبق الفته اللهم بارك. طبعا اللحمه شوحناها مع بعض، بعد ما شوحناها اهي شايفين اخدت ايه، هي لسه اللحمه طريه معايا. انا اوريكم كده بصوا اللحمه ما شاء الله جميله جدا، ومش عايزه ادوس فيها هتتفتح معايا، شايفين اهي اللحمه واخده التسويه المظبوطه تمام ومية مية اللهم بارك. خلاص وهبدا ارص اللحمه بتاعتي على طبق الفته كله كده بالشكل دوت، وتبداي تقدمي الفته بتاعتك بقى، وكل سنه وانتم طيبين ما شاء الله. كفايه كده اهوت حاجه جميله جدا جدا اللهم بارك، شايفين شايفين ما شاء الله جميله.
تستاهل ايه بقكم كده اهوت. كل سنه وانتم طيبين كده. انا هرفع له لكم بس كده من الكاميرا، شايفين شايفين ما شاء الله جميل ازاي، يستاهل بقكم بالف هنا وشفا عليكم. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام وانتم في احسن صحه واحسن حال ان شاء الله. اتمنى انك انت تجربي الفته بطريقتنا كده سهله وبسيطه، كل حاجه عملناها بنظام كده وبترتيب، واحده واحده تخلصيها من غير ما تحسي انك انت ايه وراكي حاجه كتيره يعني وملخبطه كده مع بعضك. ان شاء الله تتابعي طريقتنا هتعجبك بامر الله. اختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.